مرحبا، أنا فارس سمهوري ورح أكون معكم بمنافسة عائلية جديدة وقوية، برنامج للطبيخة والأكيلة، مغامرة عائلية فيها الحلو والمر. 30 فريق اخترناهم من بين مئات الفرق اللي قدموا للمشاركة بالبرنامج من جميع أنحاء المملكة. كل فريق فيه 3 أفراد من نفس العائلة وكلهم حاطين عينهم على الجائزة الكبرى اللي قيمتها 10,000 دينار أردني من المراعي. في كل حلقة عائلتين راح يتسابقوا ضد الزمن ويحطوا كل اللي عندهم اللي يقدموا أقوى الأطباق. العيلة المتأهلة رح يمروا بأكثر من تحدي على 5 مراحل مختلفة، وعيلتين بس رح يوصلوا لتحدي السفرة. في أول كل حلقة العائلات تختار شخص واحد يتسوق من دكان أقوى سفرة الغني والمتنوع، ورح يختار الخضروات من حديقتنا المائية المزروعة بنظام خاص صديق للبيئة. الوقت مش التحدي الوحيد، المتسابقين رح يقدموا أطباقهم لثلاث شفات محترفين متميزين وأصحاب خبرة عالية. شيف ديما الحجاوي، شيف محبوبة بهمها تبسيط الوصفات وتطويرها لتكون جزء من حياتنا اليومية وتدفئ قلوبنا باللقمة الطيبة. شيف تيمور الموج، شيف مان جمهوره الكبير دايماً بتابعه ببرامج الطبخ المتنوعة. تيمور بحب الابتكار والتنويع بالوصفات وعشقه للحوم والجريل ما بيخلص. شيف يوسف إقليم، شيف تنفيذي صاحب خبرة واسعة، أكاديمي قلبه متعلق بفنون الطبخ تعليمها وحريص على أدق التفاصيل. الأطباق راح تتقيم حسب طعمها، طريقة عرضها، الإبداع في استخدام المكونات، والعمل الجماعي والالتزام بالقوانين. الساعة بتركض والمنافسة شرسة والحكام ما بترحم. عيلة واحدة بس راح تكون سفرتها أقوى سفرة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج أقوى سفرة مع المراعي. شيفس يسعد مساكم. مساء الخير. هلا فارس، طمنوني عنكم. كتير مناح، أنت كيفك؟ أنا كتير منيح ومتحمس للمكون اليوم اللي أنتوا اخترتوه. أنتوا متحمسين؟ نعم. اليوم معنا بالفريق الأخضر دانييلا، كندا وأسامة. يسعد مساكم. يسعد مساكم. كيف الحماس اليوم؟ ممتاز. جاهزين؟ جاهزين. أنا اسمي أسامة المدادحة، مهندس مدني، وهاي كندا وهي زوجتي دانييلا. وبالفريق الأزرق معنا سمر محمد وزيد. سمر سعيد جبر، عمري 38، ربت بيت، أم لأربعة، 3 شباب وبنوتة، وللمظلومين التنين هدول أمهم. متحمسين تعرفوا إيش المكون السري؟ أكيد. بس خلينا نسأل الشيفس، إيش عندكم نصائح بالنسبة لأقوى مكون اللي اخترتوه اليوم؟ هلا نصائح، انا ما راح احكي نصائح، راح احكي عن فوائده شوي. قديش في يعني هذا المكون اللي اخترناه اليوم مليان بفيتامين سي، في صوديوم، بوتاسيوم، بي 6، مغنيسيوم، يعني هو عباره عن كنز موجود قدامنا راح يكون. انا ممكن اضيف لكم عشان هيك اعطيكم شويه افكار انه نقدر نقدمه يا اما مشوي، يا اما محشي، يا اما مسلوق، يا اما مو في ناس بيضيفوه للسلطات لو بيعملوه برش كمان. شكرا. يعني عن ني قصدي. شيف تيمور تفضل. لما خليتوا لي شيء احكي. لا بطلع معك. مكون السري لونه اخضر. اخضر فاتح شوي. ممكن نعمل منه شوربه. صحيح. بالمرحله الاولى العائلتين راح يتنافسوا مع بعض بتحدي السحور والفطور. راح نطلب منهم انهم يعملوا لنا طبق خفيف للسحور وطبق رئيسي للفطور. طبعا لازم يحطوا فيه اقوى مكون واللي يختاروه الشيفس. بستين دقيقة لازم يكونوا الطبقين جاهزين. تمام؟ تمام. كثير حلو. معكم 5 دقائق، بالخمس دقائق هدول بدكم تتفقوا على الأطباق اللي بدكم تعملوها، بدكم تحددوا الأدوار بيناتكم، كل شخص رح يكون مسؤول عن طبق من الطبقين، والشخص الثالث رح يكون مسؤول عن التسوق من دكان أقوى سفرة القوي اللي وراي. بالخمس دقائق بدكم تاخذوا الأغراض وترجعوا على المطبخ تبعكم
وبعد الخمس دقائق بدكم تبلشوا بتطبيق الطبخات. معكم 60 دقيقة بكون للطبخ، تمام؟ تمام. خلينا نشوف إيش هو أقوى مكون اليوم. جاهزين؟ أقوى مكون اليوم هو كوسة. يا سلام، صراحة الشيفس ما أعطوكم كثير نصائح ممكن يفيدوكم، ولكن يعني أعطوكم الفوائد. هي الكوسة بتحكي عن حالها. أنا أول ما شفت حبة الكوسة على طول قلت السحور علي، بعمل فركة كوسة بلحمها السريع. غني عن التعريف، ما بدها الفوائد هالنصائح اللي عديدة. معظم السيدات أو الرجال حتى بيعرفوا إنهم يتعاملوا معه ويطبخوه وبيحبوه. كثير حلو شيفس، شكرا جزيلا لكم. انا اول ما انكشف وشفت الكوسه هيك تفاجأت وحسيت حالي انه ما حعرف ادبر حالي، لان الكوسه مش كثير مرغوبه عندي كعائله يعني اني بطبخها، فكثير قلقت وخفت يعني من هاي المرحله. بعدين فكرنا شوي والحمد لله الله سهلها. معكم خمس دقائق، بالخمس دقائق هدول بدكم تتفقوا على الاطباق اللي بدكم تقدموها، وبدكم تحددوا الادوار ما بيناتكم. شخص راح يكون مسؤول عن الفطور، والشخص الاخر راح يكون مسؤول عن السحور. اما الشخص الثالث راح يكون مسؤول عن يجيب اللوازم من دكان اقوى سفره ويرجع فيهم على المطبخ. بعد ما يخلصوا الخمس دقائق بقدر يساعد المتسابقين الاثنين بالطبقين اللي راح يقدموهم. طبعا معكم للطبخ 60 دقيقه بعد الخمس دقائق على طول. جاهزين؟ جاهزين. وانا جاهز كثير. متحمسين؟ متحمسين. وانا متحمس كثير، بدي اشوف ايش بدكم تعملوا لنا، والوقت راح يبلش الان. تفضلوا. وطبعاً بعد الخمس دقائق ما بيصير ترجعوا مرة تانية على الدكان، فبدكم تتأكدوا أنه كل المكونات جبتوهم من أول مرة. بقدر أعمل على السحور أكثر من صنف، يكون واحد من هدول الأصناف فيهم كوسة مثلاً. عندك صحنين، صحن فطور اللي هو الرئيسي، وصحن سحور. صحنين. ما تشتت حالك. بلشت مرحلة الخمس دقائق اللي هي التموين والخطة. كل إشي تغير عندنا تماماً، خصوصاً إنه كانوا بدهم بشكل أساسي يكون الكوسة بالفطور وبالسحور، فوكلنا محمد يروح يجيب الأغراض، وهو وإحنا بنكتب الأغراض هو يروح يجيبها مباشرة، يعني نكتب رز مباشرة يروح يجيب رز، نكتب كوسة يروح يجيب كوسة. أوكي. خلا أنت هذه الفطور صح؟ السحور شو عملنا؟ شو ربا؟ السحور خفيفة. طيب حطي لي مكونات. زيت هاي. لحمة مفرومة هاي صح؟ وقت ما بلشت أسوق تلخبطت بين الريحان والفلفل الحار، أخذت الورق الفلفل أخذته بدل الريحان، ونسيوا برضه يكتبوا لي الفلفل الحار. حكي لها أشياء كمان. حكي لها عادي، حكي لها. البندورة. أنت بتجيبي كميات كبيرة؟ عن جد؟ بعرف. فرغي معي طيب. نقرر الطبخة، هذا أصعب إشي، لأنه يعني كندا هي رح تقرر، فممكن مثلا ما يكون عندنا فكره ايش كيف بتنطبخ كيف بتنعمل، فلحد ما هي تدلنا بالضبط وقتها بنقدر نتدارك الموضوع. اول دقيقتين ونص من الخمس دقائق خلصوا، فضايلكم كمان دقيقتين ونص، تاكدوا انكم تجيبوا كل شيء من الدكان عشان ما رح تقدروا ترجعوا تجيبوهم مره ثانيه. اوكي، بدي هي اللحم، هاي مش بدك اياها، هاي ولا هي بدك تعمليها كرات؟ اوكي أنا بدي أنت راح تحتاج اثنين، أنا بدي واحد. في زيت، في زيت. ورقيات إيش بدكم؟ ورقيات ما في زيت. صغير ما بسرعة، لا إيش في إيش أطول إيش في؟ خلاص كلهم بصل جبت. شعرية جبت، هي بصل جبت. جبت كمية. بدي المكسرات اللي هي السنوبر، إيش لوز. إيش بدك؟ بدي مرقة الدجاج، بدي طحينة لبن. طحينة ولبن. خليها هون وصفتها. معكم 60 ثانية بالضبط تجيبوا كل أغراضكم من الدكان. عجلوا عجلوا يا أخضر. نص دقيقة، 30 ثانية. هلا احنا متفقين إنه المكونات الموجودة تشوفها شيف كندا تحكي إنها أنا قررت نعمل 1 2 3 أو طبخة معينة. فهي بتبلش تعمل المقادير وإحنا يعني نرد عليها زي ما بتأمر إحنا نرد. يتم لي، بنقدرش نعمل شيء. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى وقت التسوق
لما صارت آخر ثواني فأنا قلت إيش لم كل شيء قدامك حط بركي لزمك، جبت مخلل، جبت لبنية، جبت كل شيء كل شيء كل شيء، صرت أكبش وأحط هاي إشي بلزم يعني يزيد ولا ينقص برجع بالنهاية. لا بس هو ما جابوا يعني الزيادة غير اللبنة واللي مخلل. هلا ببلش وقت الطبخ. برافو. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد، وقت التسوق انتهى، بلش وقت الطبخ معكم 60 دقيقة بالضبط، تفضلوا. شو قررتوا تعملوا طبخات؟ إن شاء الله مخشي بلبن على الفطور. أوكي. على الفطور مخشي بلبن. صديقي. مع رز بشعرية. على السحور هذا للشب. للشب؟ آه. للمهندس أنو شاب للمهندس قصدي لا الدكتور هون هون الدكتور وهون الدكتور أنا بلشلف عليهم بس هلا إحنا أول ما بلشنا شغل صراحة انعجقنا شوي يعني بس بعديها تداركنا الموضوع قلنا خلاص أنت استلمي الفطور بالنسبة للوالدة وأنا بستلم السحور كل واحد فينا بلش بجهته بلش بال يعني بالإشي اللي بدي أعمله ما دخلنا ببعض بس إلا كنت أسألها كل شوي شوي إنه إيش أسوي تعالي هاي الخرطة منيحة هاي الخرطة مش منيحة بالنسبة للكوسة فريقنا الأخضر شو رح نعمل أكلات حلوين اليوم؟ الفطور بدنا نعمل صينية يكون فيها لحمة وكوسة وبطاطا وباذنجان ممتاز على السحور مفرقة كوسة مفرقة على لحمة مفروض مفرقة منيحة هاي اللي مفرقة خلص بغطيها أوكي قلبي خلق كبور عشان أقشرها وبقشرها أوكي اسمعي هلا شو بدنا ايش بدنا نمسحها صح لازم نمسحها لا اسينك لا نضيف زيادة هلا انا وكندا طبخنا قبل هالمره مع بعض وانا وزوجتي بالبيت نطبخ مع بعض بس الثلاثه مع بعض يعني ما طبخنا مع بعض بس مره بس مره فطور كانت هلا بالعاده ما بنطبخ مع بعض إلا يوم الجمعة وصوتنا بوصل لآخر الشارع لا ليه صوتنا بوصل لآخر الشارع على النظافة يعني إحنا جماعة بتعرف الشباب عفشيكة كركبة والنسوان لا ما بدهم كل إشي مرتب ويعني بتقولك أنا بطبخ خروف محشي ما بيصير معي اللي بيصير معاكم لما تعملوا صحن أندومي أنا بلشت أول إشي بالفطور قلت لهم بأنه أصعب إشي يعني بده وقت لأنه ما معنا وقت كفاية بلشت أقطع البصل وأحفر الكوسة لأنه ما لقيت محفرة سرت بطريقة تانية أعملها قوارب وبالمعلقة دبرت حالي وبعدين على طول صرت أنا أعرز يعني كله ورا بعض لأنه بتعرف الوقت هو لو الواحد لحاله كان غير بس بالوقت لما يعني يغلبك بدك بسرعة احنا متفقين انه المكونات الموجوده تشوفها شيف كندا تحكي انها انا قررت نعمل 1 2 3 او طبخه معينه فهي بتبلش تعمل المقادير واحنا يعني نرد عليها زي ما بتأمر احنا نرد يتملي بنقدرش نعمل شيء الفريق الازرق احكوا لنا ايش عم تعملوا زيد انا حاسس عم تعمل لنا شيء زاكي ايش عم تعمل للسحور هلا بالنسبه للسحور بالعاده بتكون هيك وجبه خفيفه لطيفه قبل النوم لانها فعم بفكر اني اعمل شوربه حلو اللي هي المعروف عنها بالعاميه يعني الكوسه خرط بيحكوا لها بس بطريقه جديده حلوه ان شاء الله تعجب الشيف ان شاء الله وللفطور مخشي بلبن مخشي بلبن مخشي بلبن رح تقدموه مع رز اكيد صح بتخيل يس حلو كثير ايش رايكم شيفس بالخيارات مبدئيا جيده دائما انا بحكي بالمرحله الاولى الواحد يبسط على حاله قد ما بيقدر لانه بالمراحل الثانيه بتصعب الامور واجمالا اختياراتهم حلوه بدنا نشوف النتيجه النهائيه والكوسه لانه ما لها طعم كثير قوي صحيح. يعني تزبط مع كل شيء يعني رح تزبط كشوربه رح تزبط معاهم اذا محشي اذا فهمت بمقبلات عجه كوسه ممكن انا يعني كنت حابه حدا يعمل
أو عجد كوسة أو متبل كوسة بالضبط. أنا بصراحة لو كنت محلهم كنت راح أعمل مشاط كوسة. مشاط الكوسة 100%. طب أنت شيف يوسف لو كنت محلهم إيش راح تعملنا؟ راح أهرب من الاستوديو. أوكي حلو كثير. لا شوف بصراحة فكرة إنك تعمل شوربة ذكية تعمل المتبل الكوسة، أنا بحب متبل الكوسة ممكن إني أعمله. والطبق الرئيسي ممكن إنه بكل بساطة أعمل أي إشي من بروتين، يا لحمة يا دجاج، أقلبها هيك بس زي الجريلينج وأعمل الكوسة جنبها سوتي أو مقلية أو إشي زي هيك، وهذه سريعة بتكون يعني. الفريق الأزرق والفريق الأخضر مر أول 15 دقيقة، ضايلكم 45 دقيقة تكونوا مجهزين الفطور والسحور تاعونكم. الماما مسيطرة على الجهتين. الماما مسيطرة بتحس خلاص موزع الأدوار صح بالزبط. زي البيت بالضبط. طيب بالبيت برمضان تتساعدوا؟ بتساعدوا معي جدا يعني مش بس عشان المسابقة. لا بيساعدوني، وخاصة آخر وقت هذا قبل الأذان هاي فوتتهم على المطبخ. أيوة بتدمر الدنيا. هي بقول لك لا طلع إيش بحكي، عم بقولنا لا ما أحكي لك عنها، هاي فوتت المطبخ. يلا جهز، يلا لمساتي، تعرف لمساتهم هاي الأخيرة هي اللي معها ما بيزبط الأكل. أنا حاسس زيد بيساعد بس محمد مش مرتاح له كتير، مش مرتاح لنظراته. لا هو يا حرام هذا بيفوت بكركب لي المطبخ، هذاك بس لا يجي بقولهم انتوا تنام برا. دائما بنطر بحسهم تنام، صاروا بدهم يعجقوني يعني بتبهدل بالمعية يعني. ايش بدك مع الجماعة رحمة ما في هذا الغاز عين. شيفس أنا شايف الفريقين شوي مختلفين بالتعامل مع المطبخ، بدي تحكولي إيش شايفين بالتقدم، هل راح يلحقوا، هل في عندكم مخاوف من إشي؟ تفضلي شيف. يعني أنا هون حاسة في عاصفة وهون في هدوء، بس هذا مش مقياس، لأنه مرات اللي كتير حرك ممكن يطلع نتيجة حلوة، ومرات الهدوء هذا بيطلع منه نتيجة حلوة. هلأ أحب الخطوات إنه بما إنه سمر قررت إنه ما بدها تحفر الكوسة، بدها تعمله على شكل قوارب إنها عم تقليه، حتى بعدين تكمل خطوات المخشي كأنه بالقوارب بدل ما تكون عملتهم مع اللبن، فخطواتها حلوة كتير. وبعدين بتحسها مسيطرة على الفريق صح، يعني الماما مسيطرة داخل المطبخ وخارجه، وإحنا دائماً بهمنا يكون في حدا مسيطر ماسك بدك قيادة بالمطبخ، لازم يكون في قيادة بالمطبخ عشان تمشي الأمور. وبالنسبة طلع على لجنة التحكيم، أنا مسؤول القيادة، فهمت علي كيف؟ أنا ما راح أعلق، راح أترك. أنت حاول ما تقارن بين القيادة عند الحكام مع المطبخ. أضلني ساكتة خلينا نطلع على خلينا نشوف الفريق الأخضر. طب شو رأيك بالفريق الأخضر شيف تيمور؟ التقدم الفريق الأخضر يعني هدوء. أنا بحب الهدوء المطبخ، لأنه إذا بطلع على كل حدا فيهم مستمتع بعالم اللي هو مستلمه، هناك بهدل قاعدة تبهدل فيهم. شو إيش بتقولي له؟ لا بقولهم مساعد، بدهم مين يساعد. أيوة لا هلأ اللي أنا معك شيف تيمور إنه هناك هدوء، بس الهدوء هذا بلشت أخاف منه شوي، لأنه هدوء بس بدون productivity، ما في شغل يعني، الحكي النقاش عم بيصيروا هم ما عم بيشتغلوا. معلش يعني انت كمان تنساش الطبق الرئيسي لازم يدخل على الفرن. بقت 30 دقيقة لازم يدخل على الفرن. طبعا الفريق الأخضر والأزرق بدي أذكركم انه ضايل 30 دقيقة بالضبط لتحضروا الطبقين، أول نص ساعة خلصوا وضايل كمان نص. الفريق الأخضر والأزرق بدي أذكركم إنه ضايل 30 دقيقة بالضبط لتحضروا الطبقين. طبعاً الجيران كلها بتعرف إنه إحنا عم نطبخ مع بعض، بس ليش ما بعرف يعني، أمي ما بدها حتى وأنت بتقلي يعني ما بدهاش صوت يطلع، كيف أقلي لك هايبريد يعني ما بزبط. بتشمس. أيوة بالصلاة على النبي. هلا بقلبهم خلص استوى. باخذ تاني. سنة هي غطا. روح حط لي إياها على. ما تصدق. أنا بس الرز يغلي. أوكي ممتاز. بس الرز يغلي جد غلوة بعدين. أنا أشيل عبلي يوم الرز. ماشي أعطيني بس الكفكير من جنبك.
انا دائما شو بحب بالمطبخ نضيف ما تعملوا لي عجقه. محمد الكوسه اللي بتقلى اتوقع الكوسه بيرفكت عندي كمان بتحط لي اياها هون صح طيب. لا انا ما بحب الكركبه ما بحب الفوضى يعني بقوم في عزومه وانا لحالي ايدي لحالي في شغلتي ومنظمه اما هم اللي يفوتوا على الخط خلاص بتكركب كل شيء حتى غرضي بكون حاطه ببطل عارفه وين هو فبقول لهم لو سمحتوا برا وبس يجي موعد الاكل بناديكم باحترام. كندا شغلنا الفرن لانه ما ضل غير 30 دقيقه فاذا لسه بدكم تدخلوا الصينيه مش رح تلاقيها انا بدي غطاي مأساة اذا لسه بدنا ندخل الصينيه ودائما هلا هي بدها تقلي الكفته اول على المقلاي بعدين بدها تدخلها بالفرن بس في خضره الخضره بدها وقت البطاطا بدها وقت بطاطا البطاطا بالذات بدها وقت بحس حتى اكثر من اللحمه نفسها هي قطعتهم كثير رفيع لاحظت عليها انها قطعتهم رفيع بس برضه مقطعتهم رفيع لما انت تحطهم جنب بعض وترصهم جنب بعض بصيروا زي القطعه الواحده فبرضه بدهم ياخذوا وقت اطول انهم ينطبخوا. بالنسبه للفرن هلا انا كنت مخططه اني احط الاكل بالفرن بس ما تخيلت انه وقت التحضير ياخذ معي وقت كثير فنسيت اشغل الفرن وقتها شيف ديما ذكرتني وشغلت الفرن. اعمل انت لحالك اللي بدك اياه هم يعني قرب خلص انت لازم خلص يلا بعدين هذا انت بلشي بالطبخه الرئيسيه هاي لسه بدي استنى اللحمه هاي الفكره صار معكم غطيت الطنجره محمد هاي الغطاي من وين طلعت اياها هاي هاي الها ولا لا لا مش إلها هاي لعندي كمان هاي لعندي كمان طب وين هاي تبعت هاي يعني اكيد الي هسا من ناحيه العصبيه والاشياء هاي امي دائما معصبه تمام وهداك دائما بتجاكر في امي فالاصوات الاثنين دائما طالعه انا انا ايش باجي بلطف جو فبتبهدل انا وبطلع هم بكملوا خلص ما بدي خلص مو هون شو وضع الجد اتوقع هيك ريدي حط عصير البندوره عصير البندوره اول شيء طيب حط الملح حط فلفل اسود عصير البندوره يلا هلا انا بدي اصير اشرف عليكم خذهم الاثنين معك غطي غطي فقعي غطي النار غطي النار غطي وقلبها بس حدا يستهدي قلبها اوعى على المطبخ عندكم طباي صح؟ انا عاجبيني محمد وزيد هيهم عم ببلشوا يستلموا عم بتسلمهم الموضوع خلص انا هيك عم بشرف عليهم هلا صرت يلا ممتاز كنت بدي أطبخ صينية خضار مع لحمة ومعاهم يعني مطبوخين بصوص البندورة بس الوقت ما كفاني فأنا قررت أني أحط اللحمة مع الخضار اللي هي الكوسة اللي هو المكون الرئيسي مع صوص الطراطور حطيت ملح هلا انا عندي جاهز اتوقع جاهز بدها معلقه بندوره ناشفه والسكر والبندوره الناشفه بس بدي اياها تاخذ غلوه شوي قبل البندوره الناشفه ايش بدك؟ هذا انا بدي هذا اصفيه الزيت هذا بدك تاخذ اللوز خلص يعني اياهم على الجاب بدها جات اصغر على فكره الكميه مش كثير كبيره حطهم بجات اصغر بعد شوي بندوره ناشفه معلقه عاديه احطها صح؟ بس هون هاي الجفعه الكوسه قليتها برضو هذا برضو انا يعني لولا ان انا قليت كوسه بطلع هيك هو انا الكوسه هو حمر اللوز اكثر من الكوسه والاساس ان انا جبت الكوسه هو قال الكوسه وحرقني بنفس الوقت المهم الامور سلكت شف انا خايف من موضوع الفريق الاخضر وبدي اشوف انتم ايش كانوا بتعملوا لو انكم محلهم يعني لو ضايلكم 18 دقيقه وبدكم تحطوا إشي بالفرن بس بطل في وقت للفرن غير طريقه الطبخ كلها ايش بتعمل شف تيمور خليها كلها مقالي كنت بدي اسالك البطاطا وين البطاطا بطاطا بس كثير مرتبه فكره بس البطاطا نيه بدها تحطها صح هلا مرتب شغلها انا شايف انها بتشتغل على التكه وامورها تمام ورايقه بالمطبخ
بس تيمور 18 دقيقة ما راح تخلص. يعني أنا معك في موضوع فوراً بغير بقلي كل شيء. بطاطا مقلية بحمر اللحمة زي ما هي بتعمل بالمقلاي والباقي بقليه وبصفته تصفيته وخلص. حلو. غير هيك ما حيزبط. يعني هلأ لو دخلت على الفرن ما حيزبط. برضو ما راح يزبط. لا لا ما راح يستوي. مستحيل. يعني اللحمة راح تكون مستوية والخضار. من لهالدرجة متأكدين؟ يعني طبعاً. يعني كيف حالك؟ أنت البطاطا. خوفتوني أنا الصراحة. البطاطا نفسها أنت تطلع. يعني 15 دقيقة عبين ما تقدر لسه تدخلها. هو أنا لو كنت محلهم يمكن كان طبقت ليست بس حطيتهم بالماء السخنة سلقتهم هذا وعشان أحطهم بالفرن يتحمرون. هو أحسن طريقة زي ما حكى شيف تيمور. اقلي كل شيء وصفت كل شيء فوق بعض وخلص عشان تلحق. بدي أجيب صينية الفرن. لا مش هاي ما بعرف كيف استخدمها. لا العصارة غريبة أول مرة بشوفها بحياتي. يعني قعدت أعصر بالليمون بعدين يعني فاض طلع لبرا مش إنه مش ما بنزل لتحت في شيء في يعني هي بس مصفاية ما أنا كنت بطلع إنه بدي أشوف إشي وين السائل الليمون اللي بنزل تحت نأخذ الليمون صافي والمصفاية هلا إحنا شفنا الليمون فوق حاولت أساعده بس صراحة ما قدرتش يعني شفت إنه ما فيش إشي أخده بالآخر نزلنا الليمون مع البزر يعني ما استفدنا من العصارة هذا الإشي بدك تقول لي إيش بدك عاد ما تنعجقي إيش بدك تقول لي الخضار ولا لا خلص لأنه ما في بدك بستخدم عادي بصير صح؟ بستخدم طبعا لأن ما خلص الجو جاهز صح أخده وهذا ماما أخذ لا لسه بدي أنقله على هذا أصغر شوي عادي الفرن بتحمل لا مش على إنه يتحمل على إنه الشكل يطلع أعطيها من فوق وتحت ولا بس من فوق؟ من تحت أنا بدي من تحت؟ من فوق متحمرة أوكي بدك ما تنسى 15 دقيقة بالضبط ضايل لكم مفروض بهاي ال 15 دقيقة تكونوا عم بتحضروا أطباقكم أنا آسف على التوتر اللي سببت لكم إياه الفريق الأخضر بس للأسف هذا هو اللي لازم يصير بس بدي أشوف سمار اللبن أنت عملتي لبن صح؟ حطيت الكوسة على اللبن اللبن على الكوسة صفتها قوارب بالبايركس بعدين حطيت اللبن بحط معه شوية طحينة أنا أوكي وعلى وجهه وشوية حلو. حرارة بس من تحت يعني مع بعض هيك يطبخوا تمام عشان يطبخوا شوي يطبخوا شوي كتيري بالك لأن اللبن يعني بفصل يعني كتيري بالك لا أما أنا هذا حكيته لأبني ما يعلي الحرارة ما بده لبن كتير كل ردي يعني كل إشي جاهز يعني عليك مستوي طب وصحن السحور ايش اخباره السحور كان على الشب كان على الشب سيد زيد يعطيك ايش صار في صحن السحور ان شاء الله يعني دقيقتين ثلاث بكون جاهز اشي مفيد بيعطي طاقه ما عليك الا السحور ناكله على السحور ان شاء الله لا لاني شفتكم بلشتوا تطلعوا صحون فهذه الاخبار كويسه يعني ان شاء الله ما ضل لنا كثير يعني رز ما ضل لنا كثير والأغراض اللي طلعتوها اللبنة والمخلل والهذا ديكور للمطبخ هو كان إشي تاني ناوي بس اختلفت لما ما لقى قلت له إشي أسرع له يلا اخترنا هاي أسرع بس هو كان ناوي شغلة تانية بيعرف يعملها فبتحتاج لهاي القصص خلص راحت كندا بتلحقي تحطي كل هدول الأغراض بالفرن بدنا نعجل بس إذا ما منلحق في طريقة تانية يا كندا في طريقة تانية نطبخ الأكل خلص حطيهم فرديهم هيك خلص فوق بعض أحطهم بالمقلاية نفسها وخلاص لا كمليها هات كملي أوريدي بدك تحطيهم خلاص كملي أوريدي بدك تحطيهم بصحون صارت سكر هيك بعدين ترتبيهم بصحون عادي خلاص فرديهم عادي فرديهم حط عليهم الصوص أنا كنت عم بطلع المفركة شبه إنه بقدر أقدمها وأمورها تمام بس كنت عيني على الطبخة الرئيسية تبعت كندا فأنا كنت مفكر صراحة إنه ما بقدر أتدخل كثير بطبختها ضايلكم 10 دقائق بس وقت ما وصلنا لل 15 دقيقة حتى قبل ال 15 دقيقة إحنا تقريباً على دقيقة 17 فارس كان يحكي إنه أوكي يلا بدنا نبلش نصب وإيش صار معكم يا الفريق الأزرق قلت له احنا هنخلص قبل الميعاد بالكوسة اشبيع اسرع بالمهم رح ياخذ وقت ما حتلحق خلص غطيها طب شو اعمل ما حتلحق يعني ممكن ايش بدكم تعملوها فريق الاخضر والفريق الازرق ضايلكم 5 دقائق بالخمس دقائق لازم يكونوا جاهزين 5 اطباق من كل نوع وتحطوا طبق واحد على الطاولات المعروضة قدامكم وترنوا الجرس
خمس دقائق فقط. اسمع قصة انصاص. لا 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 هلا بورجيك، انت بس نظف وانا بزين وراك. الصحن اللي انت بتنظفه انا بزين. خلص خلص. يلا خلص. الحمد لله الحمد لله على العدد. في هنا بدنا حبه وهنا حبه. هيني 10 طلعوا بالضبط. كانه ممتاز. يلا خلص هذيك الصحن اللي بتنظفه احكي لي عليها. 60 ثانية معاكم، 60 ثانية تكونوا حضرتوا طبق السحور والفطور وحطيتوهم على الطاولة اللي معروضة قدامكم. طبعا ما تنسوا ترنوا الجرس بس تحطوا الأطباق. معكم 30 ثانية بالضبط. أسامة حط أول صحن السحور. يلا يلا أول واحد جاهز حطه. يلا أول واحد جاهز حط صحن واحد سحور. واحد واحد بس واحد. يلا واحد. يلا يلا حط صحن فطور. هيا 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 خذ حط صحن فطور. حط صحن فطور ورنوا جرس اول ما تحطوا صحنين. حط صحن جاهز. ايوه برافو برافو برافو. يلا اللي بعده. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. شكرا لكم ويعطيكم الف الف عافيه. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. شكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية. حضرت لكم مخشي كوسة بلبن. حلو كتير. رز بالشعرية. هذا كانت وجبة الإفطار الرئيسية. وبس السحور على زيد. زيد احكي لنا شو زيد. هلا بالنسبه للسحور حبيت يكون خفيف صراحه ويكون فيه سوائل على اساس انه الواحد برمضان بحاجه كثير لسوائل. من ضمن السوائل كان بندوره، حطيت استغليت فكره البندوره مع الكوسه بحيث انه الواحد تعطيه انرجي خلال النهار. ان شاء الله يعجبكم. انت الدكتور؟ يس. وحبيت طريقه تفكيرك جدا. شيف تفضل. الله يسعدك. هلا لما احنا اول شيء انا قدمت للسحون قدام الشيف تيمور فصفن. هلا الصفن هاي كانت بتخوف بصراحه لانه ضل صافن خصوصا بالمرقه كثير. فانا قلت خلص هنلف عيننا عنه. طلعت على الشيف ديما عم تاكل والكوسه كانت معها ناشفه مش عم تنقطع صح. انا هنا ايش توترت. الشيف يوسف شبع على السريع فانا عرفت انه هنا احنا خبصنا. حبيت اسلوبك في القياده في المطبخ. لازم المطبخ التناغم اللي يكون فيه يكون لازمه ليدر، لازمه قائد يمشي الشغل هون وهون وهون. حبيت أفكاركم، حبيت فكرة هذا الطبق متعارف عليه. يعطيكم ألف عافية. الفكرة حلوة وذكية بالتقديم المخشي بهاي الطريقة. بس كان عندي تساؤل، شو عملتي بحفر الكوسة؟ حفر الكوسة يعني حطيته على جنب. ما استغنيت عنه. استغنيت عنه بس طيب. انا لو في البيت عادي يعني بعمله بطريقه حرام عشان يعني احنا دائما بنقول كمان ما نهدر الطعام خصوصا أكيد. شهر رمضان المبارك وغيره. لا بشكل عام يعني انه انا ما بهدره بعمله تقليب بعمله يعني عليك. كان فيكم تحطوه بالوصفه هاي. انا خطر لي بس قال لي لا ما بدي تخربيها. اشكرك صديقي وردي شيف. والله انت الورده. شكرا شيف وردي لك شيف. طيب كل يوم شوي قاسي على الفريقين لأنه في فريق بذل جهد وفي فريق أعطى أوامر فبدي أحاول أوازن بين الاثنين. أول شغلة بدي أحكيها، مين زين الصحن؟ أنا. عارف شو زينت؟ عارف شو زينت؟ إيش ها؟ شكلها كزبرة. ما مش كزبرة. هي بقدونس المفروض. ولا بقدونس. ولا بقدونس. سلري. احنا ركبنا على اللي جابها ما دقنا. هلا انا لما روحت اول اشي بالخمس دقايق الاولى اني اجيب الخضروات والحشائش انا ما بعرف اميز لا بين بقدونس ولا بين كزبره. حتى النعنع بميزه مش من شكله من ريحته بس. فدائما لما افوت على محل بقول له انت البائع لجوا اعطيني واحد منهم بروح انا يمكن يعطيني اصلا جرجير وانا ماخذهم ومروح. شكرا جزيلا لكم. راح نشوف الفريق الاخضر. الفريق الأخضر احكوا لنا ايش حضرتوا لنا. انا حضرت مفرك كوسة مع لحمة على السحور. كثير حلو. وكندا كانت الفكرة انه لحمة مع خضار بطاطا وبتنجان وكوسة
بس الوقت ما كفاني، فاخترت اني احط اللحمه مع الكوسه لانه هو المكون الرئيسي، وعملت جنبها صوص الطراطور. شكرا جزيلا شيفس، تفضلوا. يلا. انا انتبهت على الشيف تيمور هو مسك التوست وطلع عليها، فصفن كيف بدي احط المفركه وياكل الفركه بالتوست، فصفن هيك طلع عليها بعدين مسك المفركه وحطها بالتوست بعدين اكلها. فانا هون عرفت انه التوست خيار جدا غلط، فبس هاي الفكره اللي انتبهت لها. انا بعرف انك بدك تدرسي شيف، صح؟ حلو. انا كثير مبسوط اللي صار معك اليوم، لانه انا ايش راح احكي لك اياه هلا راح احكي لك اياه، لانه هذا راح تاخذيه لإلك. انسي الحلقه وانسي ايش طبختي وانسي كل هاي الشغلات. اذا واحد ما غلط وما فكر وما عرف ايش البيئه اللي حواليه يتعامل معاها، ما برفع الليفل تاعه ليصير شيف. راح احكي ايش عن المفركه. انت ايش تشتغل؟ المهندس. مهندس، يعطيك العافية. حبيت كيف طريقتك بالمفركة، يعني كان تقدر تضيف شغلات كمان، تدمج شغلات معها. يعني أنت أنا شفتكم جبتوا خضار، لو جبتوا كمان شغلات معها كان زبطت، يعني لأنها شوي هي ناشفة، فهمت كيف؟ لو حطيت معها بندورة، لو حطيت، أقول لك لو حطيت معها بيض وخلطتهم مع بعض برضو بعطي لك. بس التعليق الوحيد لإلك هو التوست. ليش يعني توست؟ كان حطيت لي أنت عادي خبز بيتة 100%. يعطيك العافية، بذلتي جهد كتير كبير بالليمونة، شفتك أنت متغلبة وأنت بعالمك ومبسوطة وهي كتير كان حلو. بس المهم أحكي معك أنت، دائماً أي إشي بدك تطبخيه لازم يكون في عندك ثلاث عوامل. العامل الأول إيش اللي بدك تطبخيه، إيش الحرارة اللي بدك تدخليها على الطبق، وقديش معك وقت. أنت ما تعرف هدول الثلاث عوامل رح توصلي للمرحلة الأعلى. يعطيكي ألف عافية حبيبتي. هلأ أنا برضو رح أوجه الكلام لإلها، لأنه واضح الحب والباشن بعيونها إنه هي حابة توصل لمكان، وإن شاء الله إنك توصلي. بس رح أعلق على الطبق اللي هو طبق الفطور. كل اللي صار معاكي وحكى عنه شيف تيمور كتير مهم، ولكن كمان مهم كتير الكميات. يعني كان تقدر تحطي تنتين مثلا، عشان هو الطبق الرئيسي أو هو طبق مش مقبلات، هو اختيار للصحون لأنه الأحجام صغيرة، كمان زي كنا طبقين مقبلات. إحنا الفكرة يكون طبق للفطور وطبق للسحور. أنت لازم تكوني فخورة بحالك والله، لأنه المستقبل رح يكون كتير حلو إلك. زي ما حكوا شيف ديما وشيف تيمور، اللي بوصل اللي صار فيك اليوم، أنا بشوف ناس بكبار بخبرة بنهاروا بالمطبخ، وانت حافظتي حالك وطلعتي بإشي مش مكان يكون بس طلعتي فيه، فبرافو عليكي. انا زعلي مش منك، انا زعلي من فريقك. يعني صراحه كانت داعمه لكندا اهم إشي، يعني اعطوها التعليقات اللي بتساعدها لانه هي حابه تكمل كشف. راح اطلب منكم انكم تستنونا خارج الاستوديو، الفريق الازرق والفريق الاخضر عبل ما شيفس يوصلوا لقرار. ان شاء الله خير، سواء كان الفوز لنا وإلهم، كل الحب للجميع. انا صراحه حاسس بالذنب شوي مشان كندا. أنا غير واثقة في طبقي. أنا حاسس عندكم حكي كتير، فبدي أسمع منكم. حكي أكتر إشي عند الدكتور. لا أنا الحكي حكيته، بس يعني الاختيارات مهمة جداً، روح التعاون مهمة جداً، بالذات بالمسابقة. المقادير اللي بتجيبها بدك تفكر فيها، يعني في يعني نكون إحنا صريحين مع بعض. اليوم الفريقين في اختلاف بالعمر وفي اختلاف بالخبرة، ففي حدا أعطى إنتاجية وفي حدا عمل اللي عليه وما قصر. بس ممكن لو الفريق الأزرق كان مع فريق ثاني أخضر بنفس الخبرة ممكن ما قصدك الفريق يزبط معها. يعني ما شال مزبوط، يعني فهمت علي؟ أنا بالآخر يعني أنا أجتني كوسة مش مستوية، فهمت كيف؟ بس الطبق كامل، يعني في كمان أغلاط هون وهون، بس بدك تأخذ وتعطي. احنا جاهزين يلا. يعطيكم ألف عافية، التحدي ما كان سهل والشيفس وصلوا للنتيجة. طبعا بيمشوا على المعايير اللي دائما بيمشوا عليها، واللي هم الطعم، طريقة العرض، الالتزام في القوانين، والتعامل داخل المطبخ، والإبداع في استخدام المكونات. شيف ديما، بتحبي تحكي لنا مين اليوم الفائز؟ أكيد 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 ما بحب، واللي رح يحكي هو شيف يوسف. احكي شيف ديما. تيمور الله يخليك يا
عشان يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا بحكي لكم أنا مني وعلي جد اليوم صعب. أنا شخص يعني أنا مش كتير صعب مع الكوسة، فلما بدي أحط حالي محلكم كنت تفكروا كتير منيح بإيش المكوناتكم تعملوها. أنا بتوقع من يطلع منك بصراحة شغل كتير أقوى من هيك بصراحة أحكي لك، خاصة أنه كان لازم أنت تدوق الأكل. لا أنا ما بعرف هيك. أنت بدعتي اليوم لأنه زي ما حكينا إحنا ما بنتفرج على الأكل بنتفرج على القائد. كقائد أنا بسلمك اللي راح يطلع معنا للمرحلة الجاي، ولازم ينتبه كثير للمرة الجاية لأنه في منافسين كمان برضو قوايا. بنقول مبروك لها. الفريق الأزرق حظاً أوفر فريق أخضر، عنكم بدعتوا وبسطنا جد جد، بسطنا فيكم وإحنا أكثر صراحة. يا ريتوا ألف مبروك، حظاً أوفر لكم. إن شاء الله بنرجع بنشوفكم بالمواسم الجاي، وإنتوا بنشوفكم بالمرحلة الجاي، بس بدكم تشدوا الهمة وتعرف الفرق بين الكرفس والكزبرة. واليوم في كمان عائلة انضمت للمرحلة الثانية واللي هي الفريق الأزرق. خلينا نشوف إذا رح تكون سفرتهم أقوى سفرة ولا لا. تابعونا بحلقات جاي من أقوى سفرة مع المراعي.